نمبر ون في التحقيقات، ماليش منافس وخد وهات، انا بنفسي صنعت نفسي واللي يقول غير كده كذاب. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يمكن يكون فيديو النهارده هو الأسوأ حرفيا في تاريخ اخبار لعبه روبلوكس، لان الخبر اللي هقوله لكم النهارده خبر جدا جدا غريب، ولعبه روبلوكس حرفيا يا ابطال بتدمر نفسها بنفسها. خلوني يا ابطال اقول لكم حاجه جدا جدا مهمه قبل ما نبدا المقطع، ان في نسبه كبيره قوي من الناس مش بتعمل لايك على المقاطع بتاعتي. لاحظ يا ابطال ان المقاطع يعني صعب جدا ان هي توصل ل1000 لايك، والفترة الأخيرة أنا بتعب على محتواه جامد جدا بصراحة. أتمنى إن أنت تقدر التعب ده وتنزل دلوقتي حالا وتعمل لايك للمقطع ده وتشترك كمان في القناة. دلوقتي اللايك بقى أهم من الاشتراك على فكرة. أتمنى إنك تنزل تدعمني بأحلى لايك عشان نحاول نوصل المقطع ده 2000 لايك، لأن المقطع ده جدا جدا مهم. ويلا بينا نقرأ الكومنتات بتاعتنا النهاردة. أول كومنت بيقول: حملة توصيل بلال للمليون قبل نهاية السنة، لا تعتزل يا بلال، والله محتواك جامد وتتعب عليه أكيد. شكرا جدا يا محمد بجد، وهو ده الكلام اللي أنا كنت بكلمكم فيه، ان انا فعلا يا ابطال الفتره الاخيره بقيت احاول اقدم لكم محتوى فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. فيعني ما فيهاش حاجه لو انت يعني جيت على نفسك شويه وعملت لي احلى لايك، لان انا واخد بالي ان في ناس كتير قوي بتنسى ان هي تحط اللايك اصلا، وعشان كده المقطع للاسف مش بيوصل للناس. كومنت التاني: استمر يا بطل، احنا في ظهرك يا بلال، هتوصل مليون. حمل التوصيل بلال للمليون قبل نهايه السنه، والله العظيم يا احمد انا مش عارف اقول لك بجد، الكومنت بتاعك احلى كومنت في الدنيا، وبحب كل بطل من الابطال بيكتب لي كمان كومنتات. الكومنت التالته بيقول: نمبر 1 في التحقيقات، ماليش منافس وخد وهات، اخوك من العراق. حملة توصيل بلال المليون قبل نهاية السنة. شكرا بجد بجد على الكومنت الجامد ده، واحلى اهل العراق وحبكم بجد كلكم. رابع كومنت والاخير: يا رب توصل للمليون، اسمي ابراهيم من ليبيا، افضل صانع محتوى. حملة توصيل بلال المليون قبل نهاية السنة، احلى ابراهيم في الدنيا واهل ليبيا بموت فيهم بجد. خدتوا بالكم ان انا قرأت الكومنتات بسرعة جدا صح؟ لان مقطع النهارده بصراحة مش حمل كومنتات، ما كانش في وقت اصلا يا ابطال ان انا اقول كومنتات، ولكن انا عارف ان انتوا هتزعلوا. فعامه يا ابطال يلا بينا ندخل في مقطع النهارده بسرعه. لعبه روبلوكس يا ابطال نشرت مجموعه من التحديثات الجديده، وقريب جدا حرفيا يا ابطال هيتدمر النظام الاساسي بتاع لعبه روبلوكس، وعشان كده مقطع النهارده هيكون حزين قوي بصراحه، وانا ما بهزرش في الكلام اللي انا بقوله بجد. زي ما قلت لكم يا ابطال في بدايه المقطع، اهم حاجه انك تكون عامل لايك للمقطع ده، وكمان اتاكد انك اشتركت في القناه عشان احنا داخلين على 700000 مشترك، عايزين المقاطع بتاعتنا توصل للناس كلها. يلا بينا نروح على الاخبار الجدا جدا غريبه. القصه الاولى حرفيا يعني تعتبر ايجابيه شويه، هو يعتبر تحديث صغير كده وجاي قريب في لعبه روبلوكس، وهي شركه بلوكس نيوز اتكلمت يا ابطال على موضوع اللاعبين اللي بيلعبوا المبات وكده. كلنا عارفين ان لعبه روبلوكس تعتبر موقع وبداخلها مكان مليان بالالعاب، والعاب كتير قوي بتحتوي على انظمه جوه وحاجات كده كتير قوي بصراحه، ولما بتفتح الجوين الناس بتقدر تدخل معاك وكل حاجه يعني تمام. ولكن لعبه روبلوكس ضافت حاجه جدا جدا غريبه، حرفيا يا ابطال التحديث اللي لعبه روبلوكس عملته بتخليك ان انت تشوف المنظور الماب من منظور الشخص اللي بيعمل الماب، يعني اللي انت تدخل تجرب الماب بطريقه كده جديده، يعني مش تعمل حاجات انت عايزها، لا هتعمل حاجات المفروض ان صاحب الماب هو اللي عايزك تعملها. انا ما اعرفش بصراحه لعبه روبلوكس الفتره اللي جايه رايحه بينا على فين. كلنا عارفين ان لعبه روبلوكس تعتبر مصنفه للسن اللي هو اقل من 13 سنه، ولكن انا قلت لكم في مقاطع قبل كده ان حرفيا لعبه روبلوكس بتحاول ان هي تتشهر اكتر واكتر وتخلي الناس اللي هي فوق ال 18 سنه تلعبها كمان عادي، واحتمال كمان اليو ار ال بتاع حسابنا يتغير. اليو ار ال ده يا ابطال اللي هو الرابط المخصص بتاع كل حساب فينا. زي ما انتم شايفين يا ابطال بلوكس نيوز كتبت يا ابطال حاجه على التويتر، والتغريده دي يا ابطال جدا جدا غريبه، بيقول لك الاكونتات اللي عمرها اقل من 13 سنه الحساب بتاعها هيتغير او اللينك بتاعها هيتغير لweb.roblox.com. انا ما اعرفش يعني ايه السبب بصراحه، يعني مجرد تحديث كده وبيقول لك بدل roblox.com، مع ان انا شايف roblox.com احلى. اتمنى فعلا ان لعبه روبلوكس لو عملت تحديث زي ده يبقى بقى لعبه روبلوكس يعني ما ينفعش تقف تاني، وهو ده اللي انا شايفه بصراحه. لان لعبه روبلوكس يا ابطال اكتريه الوقت اللي حرفيا اللعبه دي بتقف فيها بيكون بسبب السيرفرات والضغط وكده، ولكن المفروض ان هم ابطال هيعملوا التحديث ده قريب جدا. المشكله الثانيه، وهندخل في الحاجات الجدا جدا غريبه وحاجه ليها علاقه بالملف الشخصي بتاعنا، للاسف انت مش هتقدر تدخل على الكوليكشن بتاعك. هتلاقي كده حاجه اسمها كوليكشن في الحساب بتاعك،
بيكون فيه أبطال سكرين شوت، وزي ما انتوا شايفين في كل الحاجات اللي هي الغالية وكده. انا معرفش بصراحة لعبة روبلوكس الفترة دي أبطال بتفكر في ايه. المفروض أبطال لعبة روبلوكس بتحاول تعمل تحديثات جديدة في الايتمات عشان أبطال تخلي المستخدمين يعني بيحاولوا يخليهم يشتروا الحاجات وكده. لعبة روبلوكس أبطال لو احنا ما اشتغلناش الحاجات اي ايتم مثلا، حرفيا أبطال لعبة روبلوكس مش هتكسب اي حاجة خالص. في أبطال موضوع كمان حصل، أبطال بصراحة فكرت ان انا ادخل دلوقتي على ارتسي روبلوكس لان كل الاخبار جاية من هنا اصلا. لعبة روبلوكس بتقول تم انتهاء من عمل SIM بيلدر، مش عارف بصراحة مين الشخص ده، ولكن بيقولوا ان الشخص ده كان معروف بتطوير فايكل سيميليتور من روبلوكس. والمفروض يا ابطال ان الشخص ده يعني كان بيعمل مبات. زي ما انتم شايفين يا ابطال الشخص ده هو اللي صنع الماب دي. مش عارف بصراحة الماب دي شكلها عادي جدا، ولكن او ماي جاد مليون حرفين مليون لايك على الماب دي. معرفش بصراحة انتوا كنتوا عارفين الماب دي ولا ايه، ولكن الماب دي يا ابطال معمولة من 9 سنين. لعبة روبلوكس يا ابطال ابتدت اللي هي ترجع ناس قديمة في لعبة روبلوكس ديفولوبر، عشان حرفين يا ابطال اللي بيحصل ده حاجة جدا جدا غريبة. وقلت لكم الفترة اللي جاية في 2024 لعبة روبلوكس هتصنع مبات جدا جدا غريبة وجديدة، وعشان كده يا ابطال الخبر ده جدا جدا مهم بصراحة. حرفين يا ابطال لعبة روبلوكس انا لاحظت ان هي بتحاول ترجع الناس القديمة، لان لعبة روبلوكس في سنة 2024 حرفيا انا متأكد انها هتكون من اشهر الالعاب. لكن حرفين يا ابطال اللي لعبة روبلوكس بتعمله الايام دي حاجة جدا جدا مجنونة. بدأت يا ابطال تنزل تحديثات كتير قوي ورا بعضها، انهم هيغيروا الويب وهيعملوا حاجات جدا جدا كتير. بصراحة انا معرفش ايه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية. في قوانين وحاجات جدا جدا كتير بقت تظهر يا ابطال في حساباتنا، وبقى ابطال ينزلوا تحديثات ليها علاقة بالافاتار. انا معرفش يا ابطال لعبة روبلوكس بصراحة بتفكر في ايه الايام اللي جاية دي. انا معرفش يا ابطال فعلا هيكون بعد كده فيها هاكرات ولا الهاكرات هتروح، مع ان في ناس كتير قوي بتقول لي خلاص يا بلال المفروض ان لعبة روبلوكس ابتدت تبند اي حد يفتح هاكر في اللعبة، ولكن انا بصراحة مش متأكد من حاجة زي كده خالص. بس في يوتيوبر اجانب كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده. اتمنى يا ابطال لعبة روبلوكس تكون بخير، لان هو ده فعلا يا ابطال اللي انا دايما بتمناه. وانا بعمل المقاطع دي مش عشان اقول ان لعبة روبلوكس وحشة، انا يا ابطال بحب لعبة روبلوكس وبلعبها زيكم. بلعب ماب البيوت، بلعب مان المجرم، بلعب كل المبات اللي انتوا بتلعبوها عادي. ولكن يا ابطال لما بلاقي ان لعبة روبلوكس بيحصل فيها مشاكل زي كده لازم اطلع ابطال واكلمكم عليها. ولان يا ابطال نتمنى ان لعبة روبلوكس واللعبة اللي احنا بنلعبها وبنحبها تفضل دايما نمبر 1 في نظرنا وما تنزلش ابدا يا ابطال. انزل قول لي رايك تحت في الكومنتات، تتوقع لعبة روبلوكس هتكون عاملة ازاي في 2024؟ ويعتبر بس كده، ومقطعنا ده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للمقطع ده وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله.